الحمد لله، الحمد لله المتفرد بالاسم الأشرف الأسماء، المختص بالملكوت الأعظم الأسنى، الذي ليس دونه منتهى ولا وراءه مرمى، وسع كل شيء رحمة وأحاط بكل شيء علما، سبحانه جل إلها وربا، وكمل مقتدرا وحكما، من على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم هو أنفسهم عربا وعجما، وأقربهم زكاة ورحما، وأزكاهم محتدا ومنما، وأرجحهم عقلا وحلما، وأكملهم يقينا وعزما، زكاه ربه روحا وجسما، وحاشاه عيبا ووصما، وآتاه حكمة وحكما، وفتح به قلوبا غلفا، وأعينا عميا، وآذانا صما، فآمن به ونصره من جعل الله له في مغنم السعادة قسما، وكذب به وصدف عنه من كتب الله عليه الشقاء حتما، ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى. صلى الله عليه صلاة تنمو وتنمى، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا، وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. أيها المؤمنون، لما اقتضت حكمة الله تعالى ورحمته بالخليقة أن يتعاهدهم بمن يصلحهم ويسوس أمرهم ويسوقهم إلى مراشدهم وينقلهم من الضلال إلى الهدى ويحفظ عليهم الفطرة المقررة، بعث فيهم أنبياء ورسل هم خيرة الخلق وصفوة الحق، السفراء بين الله وخلقه، يبلغونهم رسالاته ويعلمونهم آياته ومراداته، ويمشون بينهم بأحسن الأخلاق وأشرف الصفات، حتى يكونوا بغية للمقتبسين وقدوة للملتمسين. فدرج على هذا الدرب صفوة كثيرة، ونهل من هذا الشرب خلاصة أثيرة، كان آخرهم علم الهدى وسيد الورى خاتم النبيين ورحمة الله للعالمين، محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم، النبي العربي القرشي الهاشمي، سليل إبراهيم الخليل من ولده، سليل إبراهيم الخليل من ولده الذبيح إسماعيل صلى الله عليه وسلم، وشرف وكرم، ختم الله به ديوان الرسالة، وتمم به أنوار النبوة، وجعله باب الخليقة الشارع إلى جنته، ودليلهم الموصل إلى رحمته. لا يقبل الله بعد بعثته دينا غير دينه، ولا يرضى طريقة غير طريقته، هو وأمته الآخرون في الدنيا الأولون يوم القيامة. مثله صلى الله عليه وسلم ومثل الأنبياء من قبله كمثل رجل بنى بنيانا فأحسنه وأجمله إلا موضع لبنة من زاوية من زواياه، فجعل الناس يطوفون به ويعجبون له ويقولون: هلا وضعت هذه اللبنة؟ فكان بأبي وأمي صلى الله عليه وسلم هو هذه اللبنة التي كملت حسن البناء، وأخذت منه مأخذ الدرة، وأخذت منه مأخذ الدرة من التاج والواسطة من العقد، فكانت خير لبنة في خير بناء. ومثله صلى الله عليه وسلم ومثل أمته كمثل رجل استوقد نارا، فلما أضاءت ما حولها جعل الفراش يقعن فيها ويتهافتن عليها، وهو يحجزهن عنها فيغلبنه ويتقحمن فيها. بعثه ربه سبحانه وقد عم أهل الأرض عربا وعجما بمقته، إلا بقايا من أهل الكتاب
والناس في الأرض يومئذ صنفان: أهل كتاب بدلوا وغيروا، وأهل أوثان عبدوا ما صنعوا واستحسنوا. فكانت البشرية حينئذ أحوج ما تكون إلى من يبدد عنها ظلمات الغي والضلالة، ويجدد فيها أنوار الهداية ومشاعل الاستقامة، ويجدد فيها أنوار الهداية ومشاعل الاستقامة. يجدد من درس، ويحيي من طمس، ويجلو عن وجه الحق مكفهر وعبس. فجاءه الحق من ربه وهو يتحنث بغار حراء، فغطه حتى بلغ منه الجهد، فقال: اقرأ. فقال: ما أنا بقارئ. حتى قال: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. وكان نزول هذه الآية إيذانًا باستفتاح النبوة المحمدية، وإرهاصًا بوحي سماوي خاتم للرسالات، يخرج الناس من الظلمات إلى النور، ويهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام. ثم أنزل الله تعالى عليه الآية تلو الآي آمرًا إياه بالنذارة والبشارة، فأنذر قومه زمنًا سرًا، ثم أمره ربه أن يصدع بدعوته جهرًا، غير مبالٍ بالمشركين، غير مبالٍ بالمشركين في جنب الله. فلاقى من أذى المشركين في مكة أبلغ المشاق، فكذبوه وصدوا عنه، وقالوا: معلمٌ مجنون، وقالوا: شاعرٌ نتربص به ريب المنون، وقالوا: إن هذا لساحرٌ مبين، بل قالوا: أضغاث أحلامٍ، بل افتراه، بل هو شاعر، فليأتنا بآيةٍ كما أرسل الأولون. فما ازداد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا صلابةً في الحق، وما ازداد المكذبون إلا عنادًا في الباطل، بل لجُّوا في عتوٍ ونفور. ولقد جرت بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم شؤونٌ وخطوب وأحوالٌ وأهوال، ورسول الله صلى الله عليه وسلم مع كل ذلك يصفح ويعفو، ويرجو أن يكون منهم من يؤمن بالله ويصدقه. ولما سألته زوجه الصديقة بنت الصديق رضي الله عنها يوماً: هل أتى عليك يوم كان أشد من يوم أحد؟ قال صلى الله عليه وسلم: لقد لقيت من قومك ما لقيت، وكان أشد ما لقيت منهم يوم العقبة، إذ عرضت نفسي على ابن عبد ياليل ابن عبد كلال، فلم يجبني إلى ما أردت، فانطلقت وأنا مهموم على وجهي، فلم أستفق إلا وأنا بقرن الثعالب، فرفعت رأسي فإذا بسحابة قد أضلتني، فنظرت فإذا فيها جبريل، فناداني فقال: إن الله قد سمع قول قومك لك، وما ردوا عليك، قد بعث إليك ملك الجبال لتأمره بما شئت فيهم. فناداني ملك الجبال فسلم علي، ثم قال: يا محمد، إن شئت نطبق عليهم الأخشبين. فقال صلى الله عليه وسلم: بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله وحده لا يشرك به شيئا. أخرجه الشيخان. وعن عروة بن الزبير رضي الله عنه قال: سألت عبد الله بن عمرو بن العاص: أخبرني بأشد شيء صنعه المشركون بالنبي صلى الله عليه وسلم. قال: بين النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في حجر الكعبة، إذ أقبل عقبة بن أبي معيط فوضع ثوبه في عنقه فخنقه خنقا شديدا، فأقبل أبو بكر حتى أخذ بمنكبه ودفعه عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقال: أتقتلون رجلاً أن يقول ربي الله؟ أخرجه البخاري. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: كأني أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحكي نبياً من الأنبياء
ضربه قومه وهو يمسح الدم عن وجهه ويقول: رب اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. أخرجه الشيخان. الذي أتى وكأن لم تسكب يوما على عرفة. نفعني الله وإياكم بهدي الكتاب وبسنة النبي الأواب. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه كان غفارا. الحمد لله، الحمد لله الذي كتب للإسلام بالهجرة نصرا، وأورث الكفر وأهله خسارا ودحرا. أحمده سبحانه على نعم تترى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له رب الخلائق طرا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بعثه ربه بين يدي رحمته بشرا وبين يدي عذابه نذرا، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا ثرا. أما بعد، فيا أيها المسلمون،
هذا، وصلوا وسلموا على خيرته من خلقه المرفوع ذكره مع ذكره في الأولى، والشافع المشفع في الأخرى، كما أمركم بذلك ربكم جل وعلا: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه، وارض اللهم عن خلفائه الأربعة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر الآل والأصحاب ومن تبعهم بإحسان إلى يوم المآب، وعنا معهم برحمتك يا كريم ويا عزيز يا وهاب. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم بفضلك عمنا، وبلطفك حفنا، وعلى الإسلام والسنة والجماعة جمعا توفنا، توفنا مسلمين، والحقنا بالصالحين غير خزايا ولا مفتونين ولا مبدلين ولا مغيرين يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم ما سألناك من خير فأعطنا، وما لم نسألك فابتدئنا، وما قصرت عنه آمالنا وأعمالنا من خيري الدنيا والآخرة فبلغنا. اللهم احفظ بلاد الحرمين الشريفين عزيزة بعز الإسلام، حائزة على كل خير، سالمة من كل شر يا رب العالمين. اللهم وفق ولي أمرنا لما تحب وترضى، وخذ بناصيته للبر والتقوى، وهيئ له البطانة الصالحة يا رب العالمين. اللهم وفقه وولي عهده لما فيه صلاح البلاد والعباد، يا من له الدنيا والآخرة وإليه المعاد. اللهم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك. اللهم يا حي يا قيوم، إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تجعل هذا العام عام خير ونصر وعز ونصر وتمكين وبركة للإسلام والمسلمين. اللهم أدخله علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام، وجوار من الشيطان، ورضوان من الرحمن يا رب العالمين. اللهم زيننا بزينة الإيمان، واغفر لنا ما سلف وكان من الذنوب والآثام والعصيان يا رحيم يا رحمن. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، إنك يا مولانا سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولمن له حق علينا ولمن أوصانا بدعاء الخير. عم الجميع بالرحمة والرضوان، وعاملنا وإياهم باللطف والإحسان، واجعل عاقبة أمرنا يا مولانا عندك العفو والصفح والغفران والعتق من النيران. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.